السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله هنبدأ في تشابتر جديد بيحكي عن الجاسترونتستينال انتوبيشن، أنواع التيوبس اللي نستخدمها في الجهاز الهضمي واستخداماتها. طبعا اول حاجه لازم نكون عارفين انه الجي اي انتوبيشن مي بي بيرفورمد فور ذا فولوينج ريزونز، يعني كثير اسباب ممكن تخلينا نعمل تيوب، من اهمها انه نعمل ديكومبريشن غاستومك، اللي هو بنسميه ايش لافاج اند ريموف جاز اند فلويد. تو لافاج يعني فلاش ذا ووتر، يعني احنا ممكن نعمل ديكومبريشن للجازز، ممكن نعمل لافاج انه هو نعمل ايش زي ما بسموه غسيل معده، فلاش ويد ووتر اور اذر فلويد ذا ستومك اند ريموف اللي هو الانجستد توكسينز اور اذر هارمفول ماتيريالز تو دايجنوسيس ديس اوردر. اوقات يعني ممكن نعمل الكلام هذا عشان نعمل غسيل للمعده لواحد ماكل اشياء مسممه، جرعه ادويه بالخطا، اكل فاسد، واحيانا ممكن نعمل الكلام هذا زي ما حكينا بالاول عشان نفرغ المعده من الغازات، بنسميه دي كومبريشن يعني ننفسها. وممكن نعمل الكلام هذا عشان انا بدي اخذ عينه تشخيصيه مثلا من السائل او الحمض المعدي، او انه بده الدكتور يخش في التيوب ويشوف حركه المعده او الاجزاء الداخليه للمعده، فهذا بكون برضه ايش انتوبيشن. او اني انا ادخل التيوب هذا عشان اعطي فيه ادويه اللي بنسميه جافاج، اني ادي فيه ادويه او اكل، تمام، ميديكيشن اند فيدينجز تو كومبريس ابليد سايت. ممكن يكون في جزء في المعده في الجدار الداخلي إلها بيعمل برشح، بيعمل نزيف، تمام. فاحنا بدنا نعمل عليه كومبريشن. كيف بدنا نعمل كومبريشن؟ بنخشش التيوب، التيوب فيها بالون كبير وبننفخ البالون هذا بحيث انه يضغط على الجدار الداخلي تبع المعده ويوقف النزف. تو اسبيريت جاستريك كونتنت فور اناليسيس، حكينا هذا ان انا ممكن اخذ الجاستريك كونتنت هذه المحتويات المعديه سواء سائل حمضي او حتى ال الاكل اللي موجود، ولهذا عشان اعمل له تحليل واعرف ايش مكوناته. التيوب هذه عشان الاستخدامات زي ما انتم شايفين كتير، ممكن اعطي، ممكن يعني ممكن اعطي فيها اكل او سوائل، ممكن بس اعمل دي كومبريشن اطلع هواء، ممكن اخذ منها تحليل، ممكن اخشش عشان اعمل كومبريشن. فبتلاقيها عده انواع. ليفين اللي هو النورمال ستاندرد نيزو جاستريك تيوب اللي بتعرفوه اللي بنحط عادة من الأنف، وفي الصم اللي هو نيزو جاستريك تيوب له سايد بورت، له بربيج على يعني له كمان تيوب على الجنب، تمام، وحنشوفهم هلقيتها بالتفصيل. وفي له بيركوتينيس اندوسكوبيك اللي هو في بيركوتينيس اندوسكوبيك جاستروستومي البيج تيوب بنسميه، البيج تيوب اللي هو بيركوتينيوس اندوسكوبيك جاستروستوم، يعني بيعملوا فتحة عن طريق الجلد باستخدام المنظار في المعدة، تمام. اذا كيف بخش؟ بخش من الفم بالمنظار، تمام، وبيمشي بيمشي لما بوصل المعدة، ومن المعدة بيعمل اللي هو اوبننج وبطلع على السكن، عشان هيك اسمها بيركوتينيوس اندوسكوبيك جاستروستوم. في حاجه اسمها السانجين ستيكن بلاك مور تيوب، هذا اللي بنستخدمه عشان نعمل فيه كومبريشن لانه في تيوب. في الصور الان حيكونوا اوضح، هات نشوفهم في الصور. هذا النيزو جاستريك تيوب العادي اللي احنا بنعرفه اللي بيدخل من الانف، تمام، وبيستقر في المعده بغرض انه نعطي فيه أدوية، نعطي فيه فيدينج، أو نعمل من خلاله كومبريشن، أو نعمل من خلاله تفريغ إيفاكيويشن للكونتنت تبعت الاستومك اللي سميناه لافاج أو غسيل للمعدة، تمام. هذا
التيوب اللي هو الصمب تيوب اللي له سايد بورد زي ما حكينا لكم. وظيفة السايد بورد هذا انه ممكن يخلي وفي نفس الوقت وانت بتعطي الـ 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 الاكل مثلا او الماتيريال لو في هواء صار بده يتكون بده يطلع بخليه بيسمح له يطلع، فهذا الفالف بيسمح للهواء انه يطلع بس ما بيسمحش اشي تاني يدخل، تمام؟ فهو عامل زي ايش؟ زي فتحة فنت، فتحة تهوية. لو انا بعطي وفي في الطريق هواء بده الهواء يخرج بلاقي مكان اخر غير اللي انا بعطي فيه انه يخرج منه، ووجود الصمام البرشر تبع الهواء هذا بخليه يقدر انه يطلع من هنا من غير ما يضل محتجز جوا ويصير مشاكل. هذا فكرة اللي هو البورت البورت سايد هذا او الفتحة الجانبية خلينا نسميها اللي وظيفتها تكون فيها ايش one valve وينها ايوه the anti-reflux valve is designed with pressure activated air buffer pressure بخليه يفتح ويطلع الهواء، هاي كل القصة، تمام. البيج تيوب اللي هو بيركوتينيوس بيركوتينيوس اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، ايش حكينا بيركوتينيوس اندوسكوبيك اندوسكوبيك اللي هو جاستروستومي بيركوتينيوس اندوسكوبيك جاستروستومي، تمام. زي ما حكينا بنستخدم الاندوسكوب عشان ندخلها وبعدك بطلع من المعدة طلعه بيجي من الاستومك بخش في المعدة وبعدين من المعدة بيطلع هيك عبر الجلد لبرا هنا بتتثبت البالون وهذا بتصير برا. طبعا في منها يعني حاجات حديثة اروح عليها بس شوية افرجيكم اياها وينها ايوان طلع كيف هلقيت التثبيتات تبعتها صارت مطورة أكثر يعني مش على قد بالون لكن نفس الفكرة هذيك اللي شفتوها في البالون، لكن هم لقيت عاملين اللي هو الأشكال هذه بحيث إنها تكون ثابتة أكثر وما تطلعش من الجدار تبع البطن. هذا طبعا جدار البطن يا جماعة، هذا الاستومك جوا، لكن هذا التيوب بكون داخل بالشكل هذا ومثبت هذه الجزئية اللي بالعرض مانعة إنه يطلع، وهذا التيوب مخترق الجدار البطن نفسه العضلات تحت البطن، وهنا بيكون برا في الجلد، فاحنا بندي الاكل الفينج من هان وبينزل في اللي هو المعدة تبعت المريض، تمام. طبعا هذا احتمال لو هذا مكانش مسكر كويس يصير في ليكج للفلود وبالتالي بصير عند المريض مشاكل، لذلك هذا مهم انه يضله مسكر بالطريقة الصح وما نعطيش كميات كبيرة من الأكل عشان ما يصيرش الاستومك هايبر انفليتد مليانة كتير وتصير ممكن تطلع المحتويات تبعتها لخارج الجدار، تمام. طيب فهذا اللي حكينا عنه اللي هو البيج تيوب. في الميلر بوت تيوب ما بيختلفش اي حاجة عن اللي انتم بتعرفوه الصمب تيوب هذا غير انه طويل بصر طوله لمتر وعشرين سنتي بحيث انه يصل لمناطق ابعد من المعدة، بركي احنا بدنا نصل الدودينم او الجوجينم ممكن يصل للجوجينم، تمام. السانجين ستيكين بلاك مور تيوب هذا السانج ستيكن بلاك مور تيوب وظيفته انه يعمل كومبريشن، فعادة هذا بيدخلوا فيه زي ما انتم شايفين بالون كبير ممكن يكون فيه بالون من الاول للاخر، تمام. علشان ايش؟ علشان ينفخ في المناطق اللي فيها بس بقول كومبريشن يعني مناطق فيها بليدنج، يعني لو بدكم تشوفوا صورته هنا في كمان صورة أنا متذكر كنت حاطط كمان صورة. طيب على أي حال عادة إحنا بنستخدمه
لما بكون في يعني حتى زمان هذا كان يستخدم، الآن بعد ما طلع المنظار وصاروا يعملوا يحلوا المشاكل تبعت البليدنج اللي بيصير في المعدة أو في الاثنى عشر عن طريق المنظار عن طريق الاندوسكوب، بطل يستخدم السنج ستيكن بلاك مور تيوب. زمان كان السنج ستيكن بلاك مور تيوب حل عشان يعمل كومبريشن لما بكون في جدار المعدة مثلا أو في جدار الاثنى عشر منطقة فيها بليدنج، فيدخلوا التيوب وبالذات فيدخلوا التيوب ويعمل إيش، ينفخ البالون يعمل كومبريشن. وبالذات كانوا يستخدموه مش في حالات المعدة أو الاثنى عشر، لا في حالات الإسوفيجاس بليدنج. من إيش بيصير؟ من حالات اللي هو الإسوفيجال فاريسز، الناس تبعون الليفر سيروسز بيصير معهم إسوفيجال فاريسز، فكان يكون عندهم على طول الإسوفيجاس يكون في عندهم مناطق فيها دوالي مريئي يعني بسموها إسوفيجال فاريسز، وهذه الدوالي ممكن تصير رابتشر وتعمل بليدنج. فكانوا يحطوا السنج ستيكن بلاك مور في اللي هو المريء وينفخوا من هنا بحيث انه ما يطلعش، وبعدين ينفخوا البالون هذا كله فيصير يعمل بريشر على المريء يوقف البليدنج اللي موجود، وبالتالي يعني يكون في انقاذ حياه. الان الاندو او الاندوسكوب و عمليات الكي وعمليات الحقن للادويه اللي بتعمل وقف للنزيف زي الادرينالين هي البديل عن الاستخدام تبع السنج ستيكن بلاك مور تيوب. طبعا في اورو جاستريك تيوب وفي نيزو جاستريك تيوب، الفرق بينه من الاورو جاستريك تيوب حيخش من الفم ويستقر في المعدة عن عبر المريء بعد المعدة او يكمل يوصل الاثنى عشر او الجوجينام. النيزو جاستريك تيوب حيدخل من الانف، هذا هو الاختلاف بينهم. طبعا احنا بنعرف زي ما حكيت انا كان بحكي عن البلاك مور انه اكتر حاجة كانت تستخدم للإسوفيجيال فاريسز اللي هي بندخلها عن طريق الايش الانف، وانا بقول لك اللي هو الاوروغاستريك تيوب اللي هو يعني بكون large bore tube inserted through mouth with a wide out layer to remove gastric content. This is used primarily in the emergency department for intensive care setting. هذا لما الاوروغاستريك تيوب اللي احنا بنستخدمه عشان نعمل فيه اللي هو غسيل المعدة اللافاج، تمام. النيزو جاستريك تيوب العادي له استخدامات كتير زي ما حكينا، نحن نعطي علاجات او نعمل ديكومبريشن او نعطي ادوية، وزي ما حكينا في مصطلح اسمه جافاج دائما خليكم حافظينه معناه اللي هو اني انا جافاج من جيف احفظوها، جيف يعطي جافاج. جافاج معناها ان انا اعمل تغذية قصرية فورس فيدينج، يعني انا بدي ادي واحد وهو بدوش مثلا، ليش بدوش؟ يمكن انكونشاس، يمكن ريفيوز، يمكن ما عندوش القدرة. اوكي، فعشان هيك احنا بنروح بنعطيه عن طريق النيزو جاستريك تيوب او الاورو جاستريك تيوب. اللافاج اللي هي العملية اللي بيسموها ثيرابيوتيك اريجيشن، اللافاج اللي هو غسيل للمعدة، تمام. كيف بندخل هذا التيوب؟ في عنا عدة خطوات لازم نعملها عشان ندخل التيوب. اولها اني اختار التيوب المناسب والسايز المناسب لحجم المريض، اخلي المريض في سيتنج بوزيشن، اتأكد انه اذا انا بدي اخش من النوز انه هو عمل تنظيف للنوز تبعه، اكون في عندي لابريكانت جل عشان استخدمه يعمل لابريكيشن، استخدم الووتر لابريكانت مش البازلين، يعني مش الحاجات، لازم تكون ووتر سولوبل عشان هذا مجرى تنفس، بدك حاجة تدوب مع المخاط وتصير قادرة على انه
يعني المريض لو مع الميوكس ممبرين تطلع، لو عطس تطلع، لو مش انها تكون تضلها ستيك يعني في الميوكس ممبرين وفي الانترنال وول الميوكوزا. اسك بيشنت تو سولو ادفانس، طبعا بمجرد ما احنا بندخل التيوب حنشوف فيديو هلقيت بتبدا انه انت اول حاجه زي ما شفنا بناخذ السايز من النوز للاير لوب، وبعدين من الاير لوب للزيفويد بروسيس. ليش بناخذ بنحط هنا علامه وبعدين بنحط تحت علامه؟ ليش بنحط العلامه الاولى؟ دائما نضلنا متذكرين انه من هان لهان بنحط علامه، وبعدين من هان لهان، من هان لهان بنحط علامه عشان هذا المجرى اللي بده يمشي فيه النزوغاستريك تيوب من هيك عشان يلف حول على النيزوفارينكس، من النيزوفارينكس يخش على الاسوفيجاس. تمام، اذا انا محتاج العلامه هاي عشان عندما اصلها لما ادخل من الانف من هان، عندما اصلها ابدا اخلي العيان يعمل سوالوينج يبلع ريقه، او اخلي العيان يوطي راسه لتحت كمان علشان يسهل علي. لما بوطي راسه لتحت ايش بيصير؟ بسكر مجرى التنفس، فهذا بيسمح لي اني ادخل في الاسوفيجاس. تمام، او اني اخليه يبلع ريقه. لما انت بتبلع بتسكر مجرى التنفس، وهذا اللي بيصير، وهذا اللي احنا بدنا اياه، سكر مجرى التنفس عشان ينزل. او اني اخليه اجيب كوبايه مياه واخليه يشرب نتفة مية، لما بيشرب شوية مية بيضطر انه يبلع، لما بيبلع بيضطر يسكر مجرى التنفس، وبالتالي في امكانية انه انت في اللحظة هذه بالذات تفوت، فانت حتفوت على الاسوفيجاس مش على مجرى التنفس، لانه لسان المزمار في الحالة هذه بيكون مسكر مجرى التنفس. اذا هذه اهمية العلامة الاولى اللي احنا بنحطها على التيوب اللي هي بتكون من النوز للاير لوب. العلامة الثانية لما انا اصلها بعرف انه انا وصلت للستومك، بعرف انه انا وصلت للستومك، هاي من النوز للاير ومن الاير للزيفويد بروسيس، انا وصلت للستومك. تمام، عشان هيك بنسميها العلامات اللي بنسميها نيكس نوز اير زيفويد بروسيس نيكس. تمام، بعد هيك انا بثبت التيوب، باخد بالي من تثبيت التيوب انه انا ما اكونش يعني عامله كتير ادهيسف على النوستريل من هنا ومن هنا عشان ما يصيرش برشر ألسر. زي ما انتم شايفين بنحط البلاسترة وبنفتحها من النص، بنخلي في وسع من هنا وبنلفها على التيوب، في وسع من هنا بنلفها على التيوب عشان ما تصيرش عامله برشر على النوستريل من هنا ومن هنا. تمام، طبعا بعديها لازم اتاكد انه انا انه حتى قبل ما اعمل اللي هو التثبيت والسكيورنج في البلاستر، لازم اتاكد ان انا ان عن طريق اني اسحب من يجي لك في الامتحان يقول لك ايش هم الطرق اللي انت بدك تتاكد فيها انك ان، بتقول له الاسبيريشن اني اسحب الاستومك كنت عن طريق السرنج، اجيب سرنج كبيره السبتو سرنج او 50 سي سي سرنج، واسحب احطها في التيوب واعمل اسبيريشن، بالتالي اذا طلع جاستريك كونتنت بكون انا ان. تمام، الحاجة الثانية ان انا اعمل بوش للاير واسمع بالسماعة، فاسمع صوت اللي هو ايش البوش تبع الاير. انا كمان ممكن اذا انا حاسس انه اللي خاشش في اللانج ممكن احط له تيوب في كوباية مية واشوف اذا بطلع بابلز، معناه انه انا في اللانج، لانه مش المفروض، وخاصة لما يكون ايش مع النفس تبع العيان او مع الاكسبيريشن تبع المريض، اذا كان بطلع بابلز معناه انه انا بكون مش في المكان الصح. ابلاي ووتر سولابل لبريكانت حكيناها، قلنا دائما ما نحطش حاجات من مكونات الفازلين، دائما اهتم انه انا لما بدي اعمل النيزوغاستريك تيوب اني اشوف النوز تبع المريض واشوف اذا في اي
ديفكت. لو انا اجيت بدي ادخل يا جماعه ووجدت انه النوستريل هذه فيها ريزيستنت، فورا لازم اطلع وادخل في الثاني، لانه في كثير ناس عندهم اللي هو سيبتال ديفيشن. تمام. طبعا التيوبس ممكن تستخدم عشان نعمل حاجه اسمها انترال فيدينج، عشان ان اطعمي المريض سواء من النيزو جاستريك او من الجاستروستومي، اذا كان له جاستروستومي مكون انا ممكن استخدمها عشان اعطيه فيدينج. او حتى في ناس بكون لهم الاستوما مش في الجاستريك لتحت في الجوجنوستومي اوبن في الجوجنم عشان يدوها نفسها البيج تيوب، بس بتكون ايش في الجوجنم. تمام. فعشان هيك ممكن تنعمل عن طريق اللي هو سيرجيكال لابروسكوب، مش بس عن طريق اللي هو الاندوسكوب. طبعا البيج تيوب اللي حكينا عنه هذا بروسيزر زي ما انتم شفتوا ما كانش سهل، وبده طبيب اخصائي جهاز هضمي واخصائي مناظير هو اللي يعمله، زي ما انتم شفتوا كيف بتثبت في المعده. فهذا مش نيرسينج بروسيجر، لكن النيزو جاستريك العاديه اللي من النوز هذيك نيرسينج بروسيجر. هذا اللي هو التثبيت تبع البيج تيوب، هذا بكون هذا الجلد، هذا الاستومك، هذا بتكون التيوب اللي تحت، هذا الجزء اللي خارج اللي انت بتدي منه، سواء هذا الكلام كان في المعدة او في الجوجينام. تمام. هيك بكون شكلها الخارجي. دائما بنهتم انه نحط على الجزء الفتحة تبعت التيوب من الخارج نحط عليها غيار شاش معقم ونغطيها عشان تكون محمية من انه يدخل اي بارتكلز او اي انفكشنز او اي ميكروبس تدخل تعمل التهاب. لازم تكون استيرال المنطقة هذه المغطية بجوز استيرال، وانا اتعامل من هان. ودائما اتحرى انه لما بعطي اي فيدينج في التيوب هذا انه بعد ما اعطي الفيدينج ادي كمية من المية عشان تعمل ووشنج للتيوب وما يضلش ريزيديوال في التيوب، لانها بتصير لها تعفن، بصير لها تخمر فرمنتيشن، وبعد هيك بتعمل عند المريض مشاكل معوية لانها بتصير مصدر للالتهاب وتعمل له دياريا وغاستريك انترايتس وكلام زي هيك. وكذلك لما بكون تيوب فيد يعني نيزو غاستريك فيدينج برضو من الماوث، برضو لازم انا اعمل الحاجة هذه انه انا بعد ما بدي الفورمولا تبعتي ادي بعديها كمية من المية تكون كافية لغسل المحتويات تبعت البريج كاملة. لما بدنا نيجي ندي المحتويات تبعت البريج الفورمولا تبعتنا سواء في الجاستروستوم او من النوز، الاحسن اني اخليها تنزل انسيابية عن طريق الجرافيتي بدل ما اني انا احطها بالسرنجة واعمل لها بوش. الانسيابية هذه بتسمح للتيوب على الاقل انه يكون بيدي جزء من الفورميلا او من السائل، وبيسمح لكميه من الهواء انها تطلع، وهذا بيحمي العيان من انه يكون عنده انتفاخ. تمام. طبعا احيانا بيتم اعطائه للناس الان كونشس عن طريق اللي هو بامب، يعني انفيوجن بامب خاصه في الفورميلا، بنحطها على ريت معين وبنجيب الفورمولا وبنشبكها في النيزو جاستريك تيوب، وبتصير يعني تعطي الفورمولا تبعته بشكل دريبينج تيك 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 بمدة معقولة، بحيث انه الفورمولا نفسها ما تمكثش وقت كبير في الروم تمبريتشر فممكن تفسد. لازم يكون الوقت مثلا الوقت المسموح فيه، وتكون درجة حرارة الغرفة مقبولة مش حامية، مش يعني درجة حرارة مرتفعة، لأنه بيفسد الأكل والفورميولا هذه. ولذلك يفضل أنه ما يكونش الفورميولا أكثر من 4 ساعات، وما تكونش درجة الحرارة أكثر من 24. تمام. لما نروح نعطي الفيدينج يا جماعة ونلاقي انه في ريزيديوال عند المريض اكتر من 150، مش مفروض تعطي الجرعة اللي بعديها، بدك يا اما بدك تخصم 150 منهم، يا اما بدك تستنى ساعة عبال ما الريزيديوال هذا يخلص يعني يرجع يمتصه
الجسم وينزل، وإلا بكون في عنده ديلي، وممكن لو أنت أعطيت فوق الكمية اللي موجودة إنه يصير في عند المريض أوفرلود، وبالتالي يعمل ريفلكس ويصير إسفيجيال ريفلكس، يعني يرجع الأكل من المعدة على الإسوفيجاس، ومن الإسوفيجاس ممكن يخش في التريكيا ويعمل حاجة بسميها أسبيريشن، وهذا ممكن يؤدي إلى أسبيريشن نمونيا. لذلك مهم جدا أنه قبل كل فيدينج تروح أنت تشوف قديش في ريزيديوال. إذا كان مور ذان، يعني في آخر مرة أعطيتها كان أكثر من 150 مليلتر، hold feeding for one hour and recheck. بدل ما تعطي القد المعاد ما تعطيك ولا حاجة، وبعد ساعة بتيجي بتعطي. تم امتصاص ال 150 بتدي الجرعة الجديدة، الكمية الجديدة من الجرعة. تمام؟ طبعا المفروض انه انتو تعملوا هومورك على الكلام هذا، تشوفوا ايش هي النيرسين كير اللي انا بدي اعملها لمريض عنده جاستروستومي او جوجونوستومي، ايش اللي انا المشاكل اللي ممكن تصير عنده، وانا كنيرس ايش هي النيرسين انترفينشن اللي لازم اعمل له اياها. تمام؟ هيك بنكون خلصنا الانتوبيشن، وبدنا نحكي بشكل سريع في البارنترال نيوتريشن. البارنترال نيوتريشن لما بكون انا غير قادر اني اعطي الانترال فيدينج هذا، يعني اني اعطي اكل عن طريق الامعاء سواء بالنيزو جاستريك او بالجاستروستومي او بالجوجنوستومي، بكون بدي اديه الاكل عن طريق الدم. فكيف اعطي الاكل عن طريق الدم؟ في مستحضرات جاهزه من اللي هو المغذيات من النيوترينتس، يعني بتعوضنا عن الاكل. يعني بدل البروتينات بكون فيه امينو اسيدز، ستيرال طبعا، وباكيت ستيرال وجاهز ينعطى للمريض. بدل الفات حيكون في حاجه اسمها فاتي اسيدز، تمام، اللي هو بتشوفوه عباره عن مستحلب دهني اسمه الانتراليبيد. تمام؟ وفي كمان اللي هو بدل الكربوهيدرات حندي اللي هو الجلوكوز، بس بكون عالي التركيز، مش 5% و 10% زي اللي بتشوفوه، لا 50%. تمام؟ جلوكوز 50%. فلما بنحكي جلوكوز 50% يعني 50 جرام سكر لكل 100 سي سي، يعني شوف قديش هذا بيدي كمية من الطاقة. كل واحد جرام بيدي 4 كيلو كالوري. البروتينات كل واحد جرام بيدي 4 كيلو كالوري. الدهون كل واحد جرام بيدي 9 كيلو كالوري. تمام؟ هذا ممكن انه في يعني فورميولا جاهزة معدة فيها الثلاث حاجات هدول، انترافينوس فات اميولوجين مي بي انفيوز سيميلتيني وصلي with the parenteral nutrition through our content. أنا يعني ممكن يكون في فورمولا جاهزة فيها اللي هو الفات زي ما حكيت لكم اللي هو الانتراليبيد هذا، أو بكون في total parenteral nutrition اللي هو بكون في كل الثري in one formulation اللي هو البروتينات والفات والكربوهيدرات بباكيت واحد. بس انت ساعتها بتم عمل ميكسينج، يعني هما بكونوا في نفس العبوة لكن مفصولين عشان ما يصير لهم مش ايش فس ما يفسدوش. يعني عندما انت بدك تستخدمهم تفتح المفاصل اللي في نفس العبوة بين بين المكونات هاي، بين الفات وبين البروتينات وبين الكربوهيدرات السكر، بصيروا بتفتحهم بصير ايش عامل ميكس، بصيروا باكيت واحد، بتعملهم ميكسينج تحركهم هيك، وبعد هيك بتركبهم للمريض ويبدا ياخذ الفورمولا تبعته بالتركيز اللي هي معموله وجاهزه، بحيث انه يكون ياخذ ما يناسبه من كل نوع، من البروتينات ومن الفات ومن الكربوهيدرات. هذا بنسميه توتال بارنترال نيوتريشن. لما بدنا نعمل ندي احيانا اللي هو
حاجه بسموها partial nutrition بدل total parenteral nutrition. في partial، ايش يعني partial؟ يعني بدنا ندي بس جزئيه، مثلا بدنا ندي بس للمريض امينو اسيد، بس بروتينات، تمام، او بدنا ندي للمريض بس كربوهيدرات، هذا بنسميه partial nutrition، تمام. هذا الفرق بين التوتال. التوتال بده ياخذ كل المكونات تبعت الاكل. طبعا من المهم كنت تعرفوا انه التوتال بارنترال نيوتريشن هذا لازم ينعطى بحاجه اسمها سنترال لاين، لانه المولكيولر ويت تبعت التوتال بارنترال نيوتريشن هاي عالي، فبالتالي بدها تنزل في مكان فيه كميه دم كبيره وبسل كبير يحتوي على كميه دم كبيره، فبدها حاجه اسمها سنترال لاين. لكن لما بدنا ندي بارنت اللي هو بارتشال بارنترال نيوتريشن، بارتشال بارنترال نيوتريشن، ممكن ندي هذه عن طريق اللي هو بريفيرال كانيولا حسب نوع الايش المغذي او النيوتريشن اللي بدنا نعطي. كويس. يعني البارتشال بارنترال نيوتريشن فورمولا ار نوت نيوتريشنال كومبليت بيكوز اوف ذير لو ديكستروز كونتنت. البي بي ان اللي هي بارتشال بارنترال نيوتريشن ما بكونش فيها جلوكوز كتير، عشان هيك بي بي ان از ادمنسترد ثرو ا بيريفيرال فين. ذيس از بوسيبل بيكوز ذا سوليوشن از ليس هايبرتونيك ذان ا فول كالوري بارنترال نيوتريشن. ممكن تنعطى بيريفيرال كانيولا، تمام، لكن لما بتكون فيها جلوكوز 50% وانترابليبيد وامينو اسيدز بتكون كبيره، بتكون فك كتير وصعب ان اعطيها في البارنترال في البريفيرال كانيولا، تمام. وهنا بحكي لنا عن الليبيد انه ممكن تنعطى لحال لمريض محتاج اللي هو توتال بارنترال نيوتريشن، ممكن ادي مثلا الفلويد العادي في ليبيدز ار ادمنستر سيمتيني وصلي تو بفر ذا بي بي ان اند تو بروتكت ذا بريفيرال فين. يعني عشان انا احمي انه ما يصيرش عنده مشاكل في البريفيرال فين، بدي الليبيدز لحالها مثلا في السنترال لاين، وبدي الفلويد الثانيه في اللي هو في في البريفيرال فين. طبعا احنا دائما بننصح بنقول انه السنترال لاين احسن ان ادي فيه البارنترال نيوتريشن، سواء كانت بريفيرال او كانت سواء كانت توتال او كانت بارتشال. هنا اللي هو السنترال لاين اللي بتركب للمريض علشان خاطر ندي فيه اللي هو السوليوشنز هاي، عادة حيكون السنترال لاين له اكتر من لومن، حنستخدم لومن منهم علشان يدي واحد من البارنترال نيوتريشن.